الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو كده سريع وخفيف، بس هو هيكون مرجع لينا في حاجات كتيرة تانية هنعملها ان شاء الله مع بعض. الفيديو دوت اللي هو خلطة الفراخ المقرمشة، ماشي، او اللي هي بتبقى بيقول عليها خلطة زي فراخ كنتاكي كده، بتخليلك الفراخ مقرمشة وحلوة وكريسب معاك. الخلطة دي انا بعملها عندي في البيت، بجيب التوابل، مش بجيب، ما بحبش اجيب اللي هو الايه الفيجيتار بس كده بتاع بره، والدقيق والموال الدقيق وفي البيض وفي البقسماط، لا، انا بعمل الخلطة دي بتغنيني عن الدقيق وعن البقسماط وعن اي حاجة، هي الخلطة دي وخلاص على كده. هنشوف الخلطة دي مقاديرها ايه، او هي ملهاش مقادير معينة، الكميات بتاعتها زي ما انت عايزة تحبي تعملي حطي، يكشي حتى عايزة تعملي برطمان قد كده وتخزنيه عندك في الدولاب بتاع المطبخ، مش هيجرى له اي حاجة، خلاص كده. فالكميات احنا قلنا الكميات زي ما احنا عايزين. دي معانا كده دوت بوله من الكورن فليكس الفانيليا، ماشي، كورن فليكس الفانيليا دوت اللي هو زي خلطه الفيجيتار او البقسماط الحار، تجيبيه من عند العطار، حابه تجيبيه الكيس الكبير دوت اللي بيتجاب، ماشي، حابه تجيبيه سايب كده من عند العطار، تقولي له عايزه خلطه الفراخ المقرمشه تجيبيه، انا جايباه حار. ده البولة دي هنا انا ملياها دقيق بس، اللي عليها من فوق ده معلقتين اكل نشا، معلقتين من معالق الاكل انا حطيتهم كده فوق الدقيق، ماشي. ودي البهارات اللي انا بحطها عليه، فلفل اسود، بابريكا، دي كمان بودرة الزعفران بتدي له لون خالص حلو خالص واصفر كده وجميل وانت بتحمريه، توم باودر، بصل باودر، هنا دي شطة، جنزبيل، قرفة، والفلفل الاسود، ودوت كركم، وببشر عليها بشرة جوزة الطيب ومكعب مرقة. اول حاجة هروح اطحن الكورن فليكس دوت في المطحنة وارجع نخلط البهارات بتاعتنا مع بعض. انا صحنت الكورن فليكس اهو يا حبايبي، بصوا لو فيه اي حاجات زيادات كده ناشفة ما اتطحنتش معاكي تشيليها، خلاص اهو، علشان ما تبقاش ناشفة يعني تحت اللي بياكل، لو جت تحت سنة حد ولا حاجة هتعوره، خلاص دي كده اهو. باخد معاها خلطة الفراخ الحارة برضو دي اللي تسيبوني مشترياها جاهزة، خلاص، والدقيق والنشا، التوابل، هتاخدي مكعب المرقة تفركيه الأول، ماشي اهو. والله الخلطة دي عارفين بتبقى جميلة جدا جدا لما بعمل بيها الفراخ، الدبابيس زي خلطة الكنتاكي، البانيه، ماشي، الجوانح برضو المقرمشة، عارفة، حتى القراميط اللي هي لحم القراميط العيال ما كانوش بيحبوه الأول، بعد ما بدأت اعمله بالخلطة ديت وحمره في الزيت كل شوية، والتانية هات يا ماما عشان نعمل، هاتلنا يا ماما قراميط عشان نعمل، ماشي. فصدقي جربي بيها والله، اعمليها كده وخليها عندك في البيت، املي بيها بطرمان كده تبقى تحت ايدك، بدل ما تروحي تشتري الكيس خلطة الفيجيتار، الكيس اللي قد كده ما فيهوش معلقتين ثلاثة من دوت، والكيس بيقول لك عليه ب7 جنيه وب8 جنيه، يعني على ايه؟ طيب ما كل حاجتك تعمليها في بيتك كده وتبقى معاكي احسن، وتبقى موجوده تحت ايدك في اي وقت تحبي تطلعي من الفريزر حاجه عندك وتعمليها، هتلاقي الخلطه بتاعتك موجوده. هقلبها كويس كده مع بعض، ماشي. مش فاضل عندي بقى غير ايه؟ بشره جوزة الطيب، هبشرها بالمبشره وبعد كده هنعبيها في البطرمان مع بعض. انا بشرت حبه من جوزة الطيب اهي يا حبايبي، هحطها برضو كده عليها اهي، ماشي. وكمان نسيت اقول لكم ان انا في المقادير عليها الخلطه ديت لازم احط معلقه بيكنج باودر، ماشي، اهي معلقه صغيره زي كده بيكنج باودر، تحطيها وتقلبيها، بتدي هشاشان كده للخليط وبتخليه حلو معاكي ما يبقاش مكتوم، تقلبيه كده كده،
تكوني مجهزه برطمان عندك. شايفه الكميه ما شاء الله رمت معانا قد ايه، ومش بحاجه يعني، منها كمان الدقيق والنشا كل اللي هتشتريه من بره، الكورن فليكس والخلطه اللي من عند العطار ديت، او خلطه الكريسب الحار. بس بعد كده الدقيق موجود عندك، النشا موجود عندك، البودر اكيد كل بيت لازم يبقى فيه البودر ده متواجد على طول، التوابل والبهارات كده كده مش هتجيبها مخصوص لاي حاجه زي كده، موجوده عندك في البيت. يبقى عملتي خلطه هتملي بيها برطمان هتقعد معاكي فتره طويله من لا حاجه، ماشي؟ فهي بصوا هنملى بيها البطرمان، بطرمان زيز ناشف وما فيهوش اي، ما يكونش فيه اي ميه خالص عشان ما تبوظش معاكي التوابل بتاعتك او الخلطه بتاعتك. طبعا دوت كتير عن البطرمان، انا هملى البطرمان وبعد كده الباقي هحطه في كيس، ماشي؟ هعبيه في كيس كده وهشيله برضو في دولاب المطبخ لما احتاج له. اهو كده زي ما انتم شايفين معايا ها البطرمان اهو ملا خلاص، هعبي دول في كيس وهنشوفهم مع بعض. وبكده خلصنا مع بعض خلطة الفراخ المقرمشة بتاعتنا يا حبايبي، اهي زي ما شايفين شفنا الكمية رمت معانا قد ايه، الكيس دوت اهو والبطرمان دوت مليان. والله حلوة وجميلة وهتنفعك في كل في اي خلطة انت عايزة تعمليها في البيت، ولا تحطي مثلا في الدقيق زي ما بنعمل، كنا بنعمل قبل كده، انا عن نفسي كنت بعمل قبل كده مثلا الدقيق البيض والدقيق والبقسماط وبعدين ارجع تاني وشغلان كده. انا لما بكون في حاجه بعملها زي البانيه او اي حاجه بحطهم البيض والخلطه دي، ولا دقيق ولا بقسماط تاني ولا اي حاجه خالص، هي الخلطه دي وخلاص، خلطه الفراخ المقرمشه. هنعمل بيها مع بعض حاجات كتيره ان شاء الله وهنشوفها وهفكركم بيها باذن الله. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها وتعملوها وتخلوها عندكم كده في دولاب المطبخ، ترجعوا ليها في اي حاجه او اي وصفه انتوا عايزين تعملوها. عارفين كمان هقول لكم على ايه برضو، ان حتى البطاطس الويدجز بعملها بيها برضو، البطاطس صوابع البطاطس المقليه يعني، اللي انا ما بحب برضو اعملها بحطها في الخلطه دي، برضو بتبقى مقرمشه وجميله خالص، ماشي كده؟ اتمنى ان هي تعجبكم وهنرجع لها تاني مع بعض ان شاء الله في الوصفات بتاعتنا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.